الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 31. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف نور الله بصيرته وحفظه وغفر له ولوالديه ولوالدين ولجميع المسلمين. باب صلاة الجماعة. هي فرض عين بالدلائل يا فتى، حضرا وفي سفر على الرجحان، وتقام من باب الوجوب بمسجد، وأقلها فيما أتى فردان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الخطل والزلل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. قول المصنف عفى الله عنه: باب صلاة الجماعة. هذا من باب إضافة الشيء إلى ظرفه الذي يوجد فيه، يعني الصلاة التي تفعل في الجماعة. ثم قال عفى الله عنه: هي أي صلاة الجماعة فرض عين بالدلائل. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة، والقول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هي أنها فرض عين على كل مكلف. واختار هذا القول جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم الإمام عطاء بن أبي رباح، والإمام الحسن البصري، والإمام الأوزاعي، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك نصره الإمام الشافعي كما في كثير من نصوصه في كتابه العظيم الأم. واختاره من المحققين أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، وهو الذي يختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة. وهذا القول هو الذي تتظاهر الأدلة على ترجيحه، وإن كنا في هذا الزمن نسمع كثيرا من الدعاوى التي تنطلق من أفواه من لا يخافون الله في التشكيك في هذا الوجوب، إلا أن الحق بدلالة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح هو أن صلاة الجماعة فرض عين لا يجوز على للمكلف أن يخل بها، فلا يجوز لأحد من المكلفين أن يتخلف عنها وهو قادر على الحضور إليها. فإن قلت وما برهان ذلك، فأقول برهانه قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ووجه الشاهد منه قول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. فهذه الآية تضمنت أمرين: أمرًا بالركوع، وأمرًا بإيقاع هذا الركوع مع الراكعين. فإذن الله عز وجل أوجب علينا الركوع مع الراكعين. طيب، والسجود؟ الجواب: إن أسلوب القرآن إذا عبر عن العبادة ببعض أجزائها فهو دليل على كلها، فهو دليل على كلها. فالتعبير بالركوع هنا إنما هو تعبير عن الصلاة، فكأنه قال: وصلوا مع المصلين. فهذا من جملة الأدلة الدالة على وجوب إيقاع الصلاة جماعة. فالله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالركوع هكذا، وإنما أمرنا بالركوع في جملة الراكعين، وهو عنوان صلاة الجماعة. فإن قلت هذا يشكل عليه آية أخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى عن مريم وهي امرأة: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهل يستفاد من هذا أيضا وجوب صلاة الجماعة على المرأة؟ الجواب: لا بد أن تعلم أولا أن مريم لها رضي الله عنها لها حكمها الخاص، وهي أنه لما ولدت نذرت أمها هذا المولود، تلك المولودة الجديدة، لعبادة الله عز وجل والعكوف في المسجد الذي هو بيت المقدس، فكانت عاكفة فيه لا تخرج منه أبدا،
معتكفة للعبادة، وهذا البيت الذي هو بيت المقدس لا جرم أن الجماعة تقام فيه، فلما كانت عاكفة فيه صارت صلاة الجماعة واجبة عليها بالتبع، أي فيجب عليها أن تركع مع الراكعين، بمعنى أنها في حال عكوفها في المسجد عليها ذلك. فإذا لا يقاس عليها من جملة نساء العالمين، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن الخصائص لا يدخلها القياس، فهذا من جملة ما خص الله عز وجل به مريم. أفهمتم هذا؟ فإذا لا يشكل علينا الاستدلال بقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. ومن جملة ذلك أن الله عز وجل أيضا أوجب صلاة الخوف، أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف، في حال المسايفة والقتال. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلم يرخص الرب عز وجل في ترك صلاة الجماعة حتى في حال الخوف، بل إن نظم صلاة الخوف كما شرحناه سابقا في خلل كبير جدا بالنسبة إلى نظم صلاة الأمن، فهؤلاء يتأخرون، وهؤلاء يتقدمون، وهؤلاء واقفون، وهؤلاء قاعدون، وهؤلاء يأتون، وهؤلاء ينصرفون. هذا كله من أجل أن تقام الصلاة جماعة. فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة حال الخوف، فإن وجوبها في حال الأمن من باب أولى، وهذا من باب الاستدلال بالقياس الأولوي، وقد تقرر في قواعد الأصول أن القياس الأولوي حجة، أن القياس الأولوي حجة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فلو أن التخلف عن شهود الصلاة جماعة في المسجد مما يجوز لما كان لهذا التحريق داعٍ، لأننا قد عرفنا في قواعد الشريعة أن المندوب هو ما يثاب فاعله امتثالاً ولا يستحق العقاب تاركه. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع هذه العقوبة البليغة على من يتخلف عن شهود الصلاة جماعة في المسجد من الرجال، أفاد ذلك وجوبها وحرمة التخلف عنه، لأن مما يعرف به الوجوب العقوبة على الترك، لأن مما يعرف به الواجب المعاقبة على تركه، إذ أن حقيقة الواجب عند الأصوليين هو ما يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه. ولكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأن هذه البيوت تكتنف بين طياتها من لا تجب عليه صلاة الجماعة، كالنساء والذرية الصغار الذين لا يلزمهم حضور المساجد، ولا تجر وازرة وزر أخرى. فإن قال لنا قائل: أوليس لا المتقرر في الشرع أنه لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل، فكيف يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق هؤلاء بالنار، وهو الذي قال: فإن النار لا يعذب بها إلا الله؟ فنقول: هذا إشكال جيد، ولكن لا بد أن تعلم أن هذا من باب التعزير بإتلاف الأموال التي أعانت أصحابها على الحرام، فهو لن يحرق أبدانهم، وإنما سيحرق بيوتهم التي اندسوا فيها واختفوا عن أعين الناس. فكم من إنسان صار بيته سبباً لارتكابه الحرام، فهذا من باب التعزير بالأموال، فهو سيحرق البيوت بالأصالة، وهم إن احترقوا فإنما يحترقون معها بالتبع لا بالقصد الأول، ولكن في الأعم الأغلب أن من رأى بيته يحترق فسيفر منه. فهذا من باب الاستدلال على جواز التعزير بإتلاف المال الذي يكون معيناً لصاحبه على ماذا؟ على فعل الحرام ومواقعته، على فعل الحرام ومواقعته. وبناءً على ذلك، فمصادرة السيارات إذا
لم يعرف أصحابها الاستخدام الجيد لها وآذوا الناس بالتفحيط أو غيره، هذا لها أصل شرعي وهو التعزير بإتلاف الأموال. أن تتلف هذه السيارة، أن تتلف هذه السيارة إذا كانت ملكيتها، إذا كانت ملكيتها مما تخص هذا المفسد. فالشاهد أن الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة استدلال صحيح لا غبار عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ووجه الشاهد من هذا أنه وصف التخلف عن شهود الجماعة بالنفاق، والنفاق لا يمكن أن يكون بسبب ترك شيء مندوب يجوز شهوده والتخلف عنه، بل لما وصف هؤلاء المتخلفين بأنهم منافقون أفاد هذا على وجوب حضورها. فالتخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة على حضورها من جملة صفات هؤلاء المنافقين. فمما يدخل العبد في وصف النفاق أن يتخلف عن شهود صلاة الجماعة مع قدرته عليها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ووجه الدلالة منه أن قوله فأجب هذا أمر، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، ولأنه ربما تكون له زوجة وأولاد يستطيع إقامة الجماعة معهم في بيته. فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلف مع وجود هذه الأعذار التي تكتنف هذا الرجل من كونه أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، وفي بعض الألفاظ أن بينه وبين المسجد نخيل وواد فربما يقع، ربما يصيبه أذى، ومع ذلك لم يرخص له فأفاد هذا أن صلاة الجماعة من جملة الواجبات التي لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها مع كونه قادراً على الحضور إليها وشهودها. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد على شرط الإمام مسلم، وصححه الإمام ابن حبان والإمام الألباني وجمع من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى حقيقة الصلاة عن هذا الرجل الذي يسمع النداء وهو قادر ولا عذر له في التخلف عن شهود الجماعة، فما يوقعه في بيته من الصلاة منفردا ليس هو الصلاة الشرعية التي أمر العبد بها. وهذا الحديث هو الذي دعا أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رواية أن يقول بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة كالطهارة. فإذا كان الإنسان عاجزا عجزا حقيقيا عن شهودها وصلى منفردا فصلاته صحيحة، وأما إذا كان قادرا على شهودها وصلى منفردا فصلاته باطلة. وهي رواية عن أبي العباس بن تيمية رحمه الله كما نص عليها الإمام البعلي في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الرواية الأخرى عن أبي العباس أنه يقول بما يقول به الأئمة من قولهم بأنها فرض عين وليست بشرط وعلى ذلك جرى عمل المسلمين خالفا عن سالف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، ولا يزال المسلمون ولله الحمد يقيمون صلوات الجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى في المساجد، ويأمر بعضهم بعضا بها ويتواصون على شهودها، فهي من أعظم المعروف الذي لا ينبغي أن يتخلف عنه أحد.
فإذا علمنا أن أحداً تخلف عنها ولا عذر له فالواجب على جماعة المسجد وأهل الحي أن يتقوا الله عز وجل في أخيهم وأن يناصحوه وأن يتواصوا معه على البر والتقوى، فتلك علامة الإيمان ومقتضى أخوة الدين. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإيش؟ ويقيمون الصلاة، أي من شأنهم أن يقيموا الصلاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر الآية. وقد حكى الإجماع على وجوبها جمع، ولكن الإجماع فيه نظر لثبوت الخلاف. وأضعف الأقوال في هذه المسألة هو من قال بأن شهودها من السنن المندوبة، هذا من أضعف الأقوال المنقولة عن أهل العلم، وهو قول لا تؤيده الأدلة مطلقا. وفوقه وأخف منه من قال بأن شهود صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا وإن قال به جمع إلا أنه ليس بصحيح، بل القول الحق أنها فرض عين بدليل توعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتخلفين، مع أنه يصلي في المسجد معه أناس. فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان من شهدها مسقطا الإثم عمن لم يشهدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تفويتها مطلقا، فأفاد هذا أنها واجبة على الأعيان، أو نقول فرض على الأعيان. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يقال بغيره، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يقال بغيره. فلا يجوز أن يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة مع كونه قادرا على حضورها. قال الناظم عفى الله عنا وعنه: حضرا، أي أنه يجب على الإنسان على المسلمين أن يقيموها في حال إقامتهم، أي في بين بيوتهم، أي في مساجد أحيائهم. ثم قال: وفي سفر. على الرجحان، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم إقامة الصلاة جماعة في السفر إذا تمكن الإنسان من المسافر من إيقاعها جماعة، على أقوال. والقول الحق في هذه المسألة إن شاء الله هو أن الجماعة فرض عين على المكلفين مطلقا، سواء الحاضرين في البنيان أو المسافرين، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاة الجماعة لا حضرا ولا سفرا. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا السفر، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقوله فليؤذن أمر، وقوله وليؤمكم أمر، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، فأوجبها عليهم حال السفر. ومن الأدلة كذلك أنه لا يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه صلى فرادى مطلقا، مع أنه لا يعرف عنه مرة واحدة أنه سافر لوحده، وكانت سفراته إما للغزو أو للحج أو للعمرة، فكان إذا سافر بأصحابه كانوا يقيمون الصلاة جماعة، وهذا الفعل لم يختل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة، فهو فعل دائم لم ينخرم. وهذا الفعل مقرون بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمتقرر في قواعد الأصول أن الفعل أنتم سرحانين ولا معي؟ أيوة، أي نعم. طيب، والمتقرر في قواعد الأصول أن فعل الشارع يفيد الندب إلا إذا اقترن بقول يفيد الوجوب، فحينئذ يكون الفعل واجبا كالقول الذي صاحبه. فإذا لا يجوز للمسافرين أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة،
ثم قال الناظم: وتقام من باب الوجوب بمسجد، يعني حتى وإن تحققت صلاة الجماعة في البيوت فإن تلك الجماعة التي في البيوت ليست هي الجماعة التي أمر بها الشارع، بل الجماعة التي أمر بها الشارع وأخبر بمضاعفة الثواب عليها إنما هي تلك الجماعة التي تقام في بيوت الله عز وجل، كما كانت الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهود التي بعده في بلدان المسلمين، إنما تقام جماعاتهم في المساجد. فلو أن الإنسان صلى جماعة في غير المسجد مع قدرته على إقامتها في المسجد فكأنما صلى فرادى، لأن جميع الأدلة الواردة في تضعيف الأجر في صلاة الجماعة مقيدة بماذا؟ بالمسجد. فحديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا مقيد بالحديث الآخر وهو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 27 ضعفا. قال: في بيته وفي سوقه، فيعني أي جماعة؟ بدليل آخر الحديث: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يشهدون معنا الصلاة، وفي رواية صحيحة: في المسجد، في المسجد. فإذا الصلاة لا يجوز أن توقع جماعة في غير المساجد مع القدرة على شهود المساجد وحضورها. وبناء على ذلك فإني أعتب على بعض الطيبين الصالحين إذا ذهبوا في استراحة يمينا وشمالا والمساجد محيطة بهم أنهم يصلون جماعة في الاستراحة، وهذا خطأ في التربية وخطأ في الفعل أيضا، فكأنما صلوا فرادى. فلا بد أن نعود أنفسنا ونعود طلابنا ونعود من تولينا تربيتهم أن نذهب مباشرة إلى المساجد إذا كانت قريبة عرفا. وأما المساجد البعيدة التي فيما لو أذن المؤذن بلا مكبر صوت لم تسمعه فلا يجب عليك شهود المسجد في هذه الحالة، في حال هدوء الأصوات وسكون الريح. ولذلك يقول العلماء: نبحث عن أقوى صوت في البلد ثم نجعله يؤذن في حال عدم وجود ضجيج، لا سيارات ولا ريح، وننظر إلى مدى صوته، فحيثما بلغ صوته فيجب على من سمع صوته أن يجيب من غير تلك المكبرات. ولا يفرح الإنسان إذا لم يسمع إلا بالمكبر، فإن من يرى أن صلاة الجماعة ثقلا عظيما يفرح بعدم سماع المؤذن فإن هذا في إيمانه خللا، بل على الإنسان أن يحرص عليها حيثما أمكنه شهودها، حتى ولو اقتضى أن نخرج من الاستراحات ومن المزارع المجاورة بسياراتنا ونذهب إلى المساجد المجاورة، حتى وإن لم نسمع الأذان من باب تربية أنفسنا ومن ولانا الله عز وجل تربيتهم، ومن باب الأخذ بالجد وزمام المبادرة وعدم تعويد النفس على الفتور والكسل في طاعة الله وامتثال أمره. ثم اعلم رحمك الله من باب التفصيل أن الصلاة ننظر لها من جهات ثلاث، من جهة أصل فرضيتها فهي ركن من أركان الدين على الحاضرين والمسافرين وعامة المسلمين. شيء ثاني: من ناحية إيقاع هذا الفرض جماعة، هذه واجبة على الحاضرين والمسافرين كما بينته، لكن من حيث إيقاع هذه الجماعة في المسجد إنما المسجدية واجبة على الحاضرين دون المسافرين. فإذا ما الذي يختلف فيه أمر المسافر وأمر الحاضر بالنسبة للجماعة؟ إنما هي المسجدية فقط.
فالمسجدية لا تجب إلا على من حضر في البلد، المقيمون في البلد هم الذين يجب عليهم أن يوقعوا صلاة الجماعة في المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى، وأما المسافرون فلا يجب عليهم أن يتحروا إيقاع الصلاة جماعة، أن يتحروا إيقاع الصلاة في المساجد، بل حيثما وجب عليهم الوقت يوقفون سيارتهم ويتوضؤون ويؤذنون ويقيمون ويصلون ولو في البرية، لأننا لا نعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفره يتتبع إيقاع الجماعة في المساجد، بل كان يصلي حيثما حل عليه الوقت في برية كان أو في مدينة، إلا إذا كان المسافر لا يتمكن من إقامة الفرض جماعة إلا بشهود المسجد، فيجب عليه سجود المسجد لا ابتداء وإنما تبعا، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإقامة الجماعة عليه واجبة، ولا يمكنه في حال انفراده أن يصلي جماعة إلا بشهود المسجد، فيكون شهوده واجبا من باب التبع لا من باب الأصالة، أي لا لأنه مسجد وإنما لأنه لا يتمكن من إقامة الجماعة إلا في المسجد، فكون المسافر يصلي في شقة سفره منفردا والمساجد بجواره بحجة أن المسجدية ساقطة عنه، فنقول هي ساقطة عنك فيما لو كنت قادرا على إيقاعها مع زملائك في الشقة، فلا يلزمك حضور المسجد، لكن أما إذا كان المسجد قريبا عرفا وأنت منفرد فلا يحل لك أن تصلي الفريضة منفردا، لأن الجماعة واجبة على المسافر كما بينت قبل قليل. ثم قال الناظم عفى الله عنا وعنه: وأقلها فيما أتى فردان، يعني أن أقل ما يطلق عليه مسمى الجماعة فردان، إما رجلان وإما امرأتان وإما رجل وامرأة تصلي خلفه، فهذا أقل ما يطلق عليه وصف الجماعة. دخل رجل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، والحديث سنده جيد، صلى معه لماذا؟ حتى يعطيه أجر الجماعة، أو أقصد حتى يكون سبباً في نيله من الله أجر الجماعة. ونحن نقول بجواز إقامة صلاة الليل جماعة أحياناً، ونستدل بماذا؟ بصلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما اثنان، وبصلاة حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان، وبصلاة ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة وهما اثنان، أليس كذلك؟ فإذا أقل الجماعة اثنان، فإن قلت وكيف تقول بأن أقل الجماعة اثنان مع أن المتقرر في قواعد العربية أن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، أقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة والأدلة عربية، فلا بد أن نحملها على المتقرر في اللسان العربي، أفهمتم الإشكال؟ طيب، الجواب أن أقول: اعلم رحمك الله أن المتقرر في قواعد الأصول أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فإن المقدمة الشرعية في لسان الشرع، فالجماعة لها معنى لغوي وهي ثلاثة، ولها معنى شرعي وهي اثنان، والمتلفظ الآن من هو بوجوب الجماعة؟ من هو؟ الشرع. فإذا نعم تجاذبها معنيان، ولكن يجب علينا أن نقدم عند التعارض الحقيقة الشرعية، احفظوا هذه القاعدة، هذه قاعدة طيبة، إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية في لفظ الشارع فنقدم الشرعية، ما لم تأتي قرينة تصرفنا عن الشرعية إلى اللغوية فنكون مع القرينة.
وإلا فالأصل هو البقاء على الحقيقة الشرعية حتى يرد الناقل. ولذلك لما اختلف العلماء في مسمى الجنة التي دخلها أبونا آدم، حمل السلف رحمهم الله تعالى لفظ الجنة على الحقيقة الشرعية التي هي جنة الخلد، ولم يحملوها على الحقيقة اللغوية التي هي مجرد بستان جميل في الأرض. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، يجب علينا أن نحمل الوضوء هنا على الوضوء الشرعي الذي نفعله قبل الصلاة عادة، ولا نحمله على مجرد غسل اليدين، لأن هذا من الحقيقة اللغوية على ما قاله بعض أهل العلم. وكذلك لفظ الوضوء في مسألة نوم الجنب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ. ما المقصود بالوضوء هنا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من حمله على حقيقته اللغوية وهي مجرد غسل الفرج واليدين، ومنهم من حمله على حقيقته الشرعية وهو الوضوء الشرعي، استعمال الماء على الصفة المشروعة على الأعضاء الأربعة. وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. لكن إن ورد الصارف في لفظ الشرع عن الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية فنحن مع القرينة، كقول الله تبارك وتعالى لنبيه في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيش؟ وصل عليهم. هل المقصود بالصلاة هنا الدعاء، أم المقصود بالصلاة تلك الأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم؟ انتظر، أول شيء يجب علينا أن نحملها على الحقيقة الشرعية. لكن وردت لنا قرينة أخرى وهي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فإذا هذا تفسير للأمر بالصلاة في الآية، معي في هذا؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. هل الصلاة محمولة على معناها الشرعي؟ يعني هم يأكلون وهو يكبر ويركع ويسجد، أم أن المقصود أن يدعو لصاحب الطعام ومن على الوليمة ويدعو لنفسه معهم؟ الجواب: الأصل لو لم ترد، الأصل من يكمل؟ الأصل لو لم ترد القرينة أن يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، لكن عندنا قرينة وهي رواية في السنن قال: وإن كان صائما فليدعو. ولأن الصلاة في حضرة الطعام منهي عنها، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. فتلك القرائن تجعلنا ننصرف في هذا الحديث عن حقيقته الشرعية إلى حقيقته اللغوية. أفهمتم هذا؟ قاعدة عظيمة جدا. فإذا الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية في ألفاظ الشرع كتابا وسنة. فثم نعود ونقول: إذن الجماعة لها حقيقة لغوية وهي ثلاثة، ولها حقيقة شرعية وهي اثنان، فبما أن المتكلم هو الشارع فيجب علينا أن نحمل حقيقة كلامه على الحقيقة المعهودة العرفية عنده، وهي أن أقل الجماعة اثنان. وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان وما فوقهما جماعة فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، لكن تكفينا الأدلة التي ذكرتها لكم قبل قليل. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدد الذي تجب عليهم إقامة الجمعة فيما لو توفر. طبعا جميع الأعداد لا دليل عليها يصح، فتلك الأقوال إما أن تكون أدلتها صحيحة ولكن ليست بصريحة، وإما أن تكون نصية صريحة ولكنها ليست بصحيحة. فأرجح الأقوال قول واحد عندي أنا،
أنه متى ما اجتمع رجلان وجبت عليهم الجمعة، واحد يخطب والثاني يستمع. لكن قال بعض أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وجمع أنه لا بد من شهود ثلاثة، لأن أقل الجماعة ثلاثة. كيف نرد على هذا القول؟ نقول إن المسألة شرعية، فلا شأن لنا بأقل الجمع في اللغة، وإنما ننظر إلى أقل الجمع باعتبار الشرع. فمتى ما توفر اثنان فهم جماعة، ومتى ما تحقق مسمى الجماعة وجب إقامة الجمعة عليهم، وجب إقامة الجمعة عليهم. هذا هو الأصح إن شاء الله. قال: وأقلها فيما أتى فرداني. واضح إن شاء الله. نعم نعم. ولو الذي صاففت كان مميزا لا بالغا وتسن للنسوان. نعم، هذا البيت اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: ما حكم مصافة المميز؟ يعني بمعنى أنه أنك لو لم تجد من رجال الحي يصلي معك جماعة إلا صبيا مميزا، فهل مصافته لك تعطيك أجر الجماعة؟ تعطيك أجر الجماعة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم، لأن عندنا قاعدة في هذا الباب احفظوها، تقول: من صحت إمامته لك صحت مصافتك له. من صحت إمامته لك صحت مصافتك له. من يشرح؟ نعم، وأنت خلفه ويعطيك أجر الجماعة، يعني تأخذ به أجر الجماعة. فلو أن الصبي المميز صلى بك إماما لصحت إمامته لك في أصح القولين، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله وأدلته بإذن الله تبارك وتعالى. فبما أن إمامته لك صحيحة فمصافتك له صحيحة. فمن لم يجد أحدا يصلي معه إلا صبيا مميزا فإنه يأخذ به أجر الجماعة، أجر الجماعة. طيب، فإن لم يجد الإنسان إلا زوجته أو بنته أو أخته أو أمه، الجواب نعم، يأخذ بمصافتها أجر الجماعة. أقصد يأخذ بصلاته معها، أقصد يأخذ بصلاتها معه أجر الجماعة، حتى وإن كانت تصلي خلفه، لأن هذا هو موقف المرأة الشرعي إذا كان إمامها رجلا. ثم قال الناظم: وتسن للنسوان، يعني أنه من السنة والمشروع أن يقمنا الصلاة جماعة، وتكون إمامتهن وسطهن كما قاله السلف، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وحكي إجماعا، ولكن لا يصح دعوى الإجماع، بل فيه نوع خلاف. فالإمامة للنساء تقف في وسطهن ولا تتقدم كإمام الرجال. فإذا أقام النساء الصلاة جماعة هل يثبت لهن الأجر في جماعة الرجال؟ الجواب نعم، لأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. فإن قلت إذن على هذا القول يجوز للمرأة أن تشهد المسجد لحضور الجماعة، فأقول نعم يجوز لها أن تشهد، ولا يجوز لزوجها بعد استئذانها أن يمنعها ما لم يكن ثمة مفسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا استأذنت أحدكم ولا أحدكم، أحسن مفعول به، إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها، وفي رواية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن
صلاتها في بيتها أعظم أجراً من صلاتها جماعة في المسجد. لما؟ لموافقة السنة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب النساء في إيقاع الصلاة فريضة في بيوتهن ولو منفردات، فإنهن يأخذن من الأجر أعظم من الأجر الذي يأخذنه فيما لو شهدنا المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. وموافقة السنة لا يعدلها شيء. نعم. إن الجماعة تدركن بركعة، والوقت يدرك هكذا ببيان. هذه قاعدة، وهي أن الجماعة والصلاة والوقت لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. عندك يا طالب العلم، يا طالب العلم، ثلاثة أشياء لا تدرك إلا بإدراك ركعة. أولها الوقت، فمن أدرك من وقت الصلاة ركعة فقد أدرك الوقت. ثانيها الصلاة، وثالثها الجماعة، فمن أدرك من الصلاة والجماعة بمقدار ركعة فقد أدرك الجماعة كلها. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وعند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. حديث حسن. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته فإن قلت: وكيف نصنع برواية الإمام مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فهنا علق الإدراك بسجدة. الجواب: المتقرر عند العلماء أن تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث، وقد فسر هذا الحديث بأن السجدة إنما هي الركعة، فقد قال الإمام مسلم في صحيحه بعد هذه الرواية قال: والسجدة إنما هي الركعة. فإن قلت: وهل يطلق على الركعة السجدة؟ فأقول: نعم، هذا إطلاق معروف. قال: فسجد سجدتين. إيش معنى سجد سجدتين؟ ركعتين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عائشة أدلة كثيرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الصبح. ما المقصود بقولها ويوتر بسجدة؟ بركعة. فإذا السجدة شرعا تطلق عليها إذا الركعة شرعا يطلق عليها سجدة. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. وبه تعلم أن الأقوال الأخرى في هذه المسألة أقوال مرجوحة، فالذين قالوا إن من أدرك مقدار سجدة أو مقدار تكبيرة، مجرد تكبيرة بس، فقد أدرك الوقت، هذا كله مبني على
غير دليل. فرحم الله قائله وغفر له وأجزل له الأجر والمثوبة. فالقول الصحيح أن هذه الأشياء الثلاثة وهي الوقت والجماعة والصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فإن قلت وبما تدرك الركعة؟ الجواب: تدرك الركعة بالركوع. والقاعدة تقول: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وبرهانها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ولكن لم أستدل به ابتداء لوجود ضعف فيه. فإذا أدرك الإنسان الركوع من الركعة الأخيرة فقد أدرك الصلاة. نعم. ولداخل وإمامه في فرضه أن يفعلنك فعله بوزاني. هذا يتكلم عن المسبوق إذا جاء إلى المسجد ليصلي الجماعة وكانت الصلاة قد أقيمت، فماذا يصنع؟ الجواب: عليه أن يفعل ما يفعل إمامه، يبدأ مباشرة فيما فيه إمامه، إن كان قائما فيدخل معه في القيام، وإن كان راكعا فيدخل معه راكعا، وإن كان رافعا من الركوع يدخل معه في هذه رافعا، وإن كان ساجدا أو قاعدا أو متشهدا يدخل معه على الصفة التي هو عليها. وبرهان هذا الأثر ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فعلى أي حال تدرك الإمام عليها فادخل معه فيها، هذا هو الواجب عليك شرعا. وعند الإمام الترمذي بسند فيه ضعف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. ولكن فيه ضعف، ومن جملة أدلته ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، فإنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع معه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبه تعلم أن من يزهد في موافقة الإمام فيما لو أدركه بعد الركوع ويبقى قائما والإمام يسجد ويرفع ويسجد أن هذا زاهد في الخير، إذ ربما لا يستجاب من دعائك في حياتك إلا ما ستدعو فيه في هذه السجدة، وربما لا يقبل شيء من سجود حياتك إلا هذه السجدة. فعليك بأحب الأعمال إلى الله عز وجل وهو السجود، لا تفوت عليك، سيأتيك سجودان في هذه الركعة. نعم فاتتك الركعة وغير محسوبة لك من نظم صلاتك، لكن بقي تلك العبادات محسوبة لك، فلا ينبغي للإنسان أن يزهد فيها. مسألة: وما الحكم لو أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير؟ فهل يدخل معه أيضا أم ينتظر رفقة يصلي معهم جماعة؟ الجواب: الأقرب عندي في هذه المسألة إن كان يعلم أو يغلب على ظنه وجود جماعة فانتظاره حتى يدخل مع الجماعة الأخرى هو الأولى، لأنه وإن دخل مع إمامه في التشهد إلا أنه لا يحسب له أجر الجماعة. وإذا تعارضت صلاته منفردا مع صلاته في الجماعة فلا جرم أن مصلحة مراعاة الجماعة أولى لعظم المصلحة، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان
روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، واختار هذا الترجيح أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والمثوب، وجمع من المحققين. وأما إن كان يعلم أو يغلب على ظنه عدم وجود جماعة أخرى فلا جرم أن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فدخوله مع الجماعة الأولى وموافقته لهم ولو في بعض أجزاء الصلاة خير من صلاته لوحده منفردا، خير من صلاته لوحده منفردا. مسألة: لو أنك دخلت والإمام ساجد ثم كبرت للإحرام وأنت تهوي للسجود رفع إمامك، أفتسجد أم توافقه في الجلوس؟ ما فهمتم السؤال؟ طيب، الجواب: بل توافقه في الجلوس ولا يلزمك السجود، لأنه قد خرج من هذا الركن فلا تتمكن حينئذ من متابعته فيه، قد خرج منه فلا تتمكن من متابعته فيه. فالحال التي أدركت عليها إمامك الآن هي في الجلسة بين السجدتين، فحينئذ تكبر للإحرام وتجلس، توافقه في الجلوس. مسألة: لو أن الإنسان أدرك إمامه راكعا فهل يجب على الداخل أن يكبر تكبيرتين للإحرام وللهوي للركوع، أم تكفيه تكبيرة واحدة؟ الجواب: لو أنه كبر تكبيرتين لكان أفضل، أما إذا كان يخشى من رفع الإمام رأسه من الركوع واكتفى بتكبيرة واحدة ينوي بها ماذا؟ الإحرام والركوع، فإنهما في هذه الحالة يتداخلان، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى، والأولى فصلهما، لكن إن لم يتمكن من فصلهما لضيق الوقت فتكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتدخل معها تكبيرة الركوع تبعا. مسألة: وما الحكم لو وافقت إمامك في التشهد أو ساجدا، فهل لا بد من تكبيرتين أيضا؟ الجواب: في هذه الحالة لا يلزمك تكبيرتان، وإنما تكبيرة الإحرام كافية، هكذا ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. إنما التكبيرتان في الركوع خاصة، فيما لو وافقته في الركوع خاصة، وأما في موافقتك لغيره في غيره فإنك لا يلزمك أن تكبر تلك التكبيرتين. قالوا: لماذا؟ قالوا: لماذا؟ انتبهوا لهذا الفرقان البسيط الدقيق جدا. قالوا: لأن الإمام إنما هوى للركوع عن قيام، فأنت وافقته في الهوي للركوع عن قيام، فوافقته في الأمرين جميعا فهما متتابعان، هوى راكعا عن قيام وأنت هويت راكعا عن قيام، فعليك تكبيرتان. لكن هو رفع من السجود إلى القعود فكبر، وأنت هويت من قيام إلى سجود، فما وافقته إلا في شيء واحد، فما عليك إلا تكبيرة واحدة. ما وضحت؟ واضح إن شاء الله. هذا هو الفرقان بين المطالبة بتكبيرتين للركوع فيما لو وافقته في الركوع، والمطالبة بتكبيرة واحدة فيما لو لم توافقه إلا في أو فيما لو وافقته في غير الركوع. نعم. وإذا أقيم الفرض فامنع نفله بدءاً وإتماماً فيستويان. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إلا التي أقيمت. ولأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض النفل مع الواجب فالمقدم الواجب لعظم مصلحته ولحرمة التخلف عنه.
وقد أجمع العلماء فيما أعلم على حرمة ابتداء النفل بعد الإقامة. أجمع العلماء على حرمة النفل ابتداء النفل بعد الإقامة، ولكنهم اختلفوا رحمهم الله تعالى فيما لو أقيمت بعد ابتداء النافلة. اختلفوا رحمهم الله تعالى فيما لو أقيمت بعد ابتداء النافلة على أقوال، والقول الصحيح إن شاء الله أنه إذا كان يستطيع إتمامها قبل تكبيرة الإحرام فلا حرج، لأنه سيجمع في هذه الحالة بين المصلحتين. فإذا بقي عليه شيء يسير يستطيع أن يتمه في حال تسوية الإمام للصفوف، بحيث أنه سيدرك معه تكبيرة الإحرام، فلا حرج عليه في إكمال النفل في هذه الحالة. وأما إذا كان بقي عليه شيء طويل، بمعنى أن الإمام سيكبر للإحرام وهو لا يزال مشتغل بالنفل فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه قطعه، فإن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل من 100 نافلة، أفضل من 100 نافلة. ولأن النافلة قد تعوض إلى بدل، فإنك تستطيع إذا فاتتك بالعذر أن تقضيها في وقت آخر. أما إدراكك لتكبيرة الإحرام مع الإمام فإنها ستفوتك ولا تتمكن من قضائها، ما تستطيع أن تتمكن من قضائها. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض عبادتان إحداهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فمراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل. ويقدم الأقرى لنيل إمامة، فإن استووا فالأعلمون الثاني، فإن استووا فأسنهم، فإن استووا فقديم إسلام على الرجحان. هذا ورب الدار أولى يا فتى من غيره، وكذاك في السلطان. نعم، إن الشريعة مبناها على الترتيب وتمييز الحق، فلا يجوز للإنسان أن يتقدم على غيره في هذه الحقوق الشرعية. ومن جملة هذه الحقوق الشرعية الأحق بالإمامة، فلو سألنا سائل من الأحق بالإمامة أو يترك الناس في هذا المنصب الديني شذر مذر، يتنازعون ويختلفون ويقدمون من شاءوا ويؤخرون من شاءوا، الجواب لا، لأن الدين الإسلامي والشريعة المحمدية ليس فيها فوضى، بل بيّنت الحقوق وبيّنت المستحقين لهذه الحقوق. فمن جملة ذلك ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأحق بالإمام. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في كتاب الله سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، وفي رواية سلما، يعني أقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فإذا بيّنت السنة من هو الأحق بالإمامة، فأحق الناس بالإمامة هو أقرأهم،
فإن قلت وما المقصود بالأقرأ فأقول ما من توفر فيه صفتان: الحفظ وجودة القراءة. من توفر فيه صفتان: الحفظ وجودة القراءة، فأحفظنا وأجودنا قراءة هو المسمى بالأقرأ، وهو أحقنا بالإمامة. بغض النظر عن جنسه وعن منطقته وبلاده وطوله وقصره ونحافته وضخامته وحريته وعبوديته، كل هذه اعتبارات لا شأن لها بمسألة الإمامة. وبعد الأقرأ يأتي الأعلم بالسنة، ثم بعد الأعلم بالسنة يأتي مرتبة الأقدم هجرة، ثم بعدها يأتي مرتبة الأكبر سنا، ثم بعدها الأكبر، ثم بعدها الأقدم سلما. هكذا رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وما دليل مراعاة الكبر في الإمامة، كبر السن في الإمامة، أقول ما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وليؤمكم أكبركم. طبعا إذا استووا في الصفات السابقة، فإذا استووا في القراءة والعلم بالسنة والقدم في الهجرة، فحينئذ يرجح بكبر السن، فالترجيح بكبر السن ترجيح صحيح. فإن قلت وهل يصح الترجيح بالحرية أو الرق؟ الجواب لا يصح الترجيح بشيء من ذلك في مسائل الإمامة، فإن الأقرأ إذا كان هو المولى الرقيق فهو أحق من الأحرار بدليل الأثر والنظر. أما من الأثر ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون للمدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وفيهم أبو سلمة بن عبد الأسد وعمر بن الخطاب، وسمى رجالا من قريش. ويؤمهم من؟ سالم مولى أبي حذيفة. وأما من النظر فلأن هذا الدين في مسائل التعبد لا نظر له في ماذا؟ في عبودية أو حرية، لأن أكرمنا عند الله عز وجل أتقانا. فإن قلت وهل يرجح بالقرشية هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وقوله: قدموا قريشا ولا تقدموا عليها؟ الجواب: لا اعتبار بالقرشية في مسائل الإمامة. فلو كان العبد المولى هو الأعلم أو الأفقه أو الأقرأ فإنه الأحق بأن يتقدم القرشي. وأما حديث الأئمة من قريش أو قدموا قريشا فإنما هي في إمامة الدنيا، في إمامة الدنيا، أما في إمامة الدين لا، ما نقدم قريشا ولا هذيلا ولا خزاعة ولا غيرها من القبائل، وإنما نقدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المتقرر عند العلماء أنه كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كان أجر الصلاة وثوابها أفضل وأعظم وأكمل. فإن قلت وهل يقدم بنوع الطهارة في الإمامة؟ بمعنى لو اجتمع متوضئ بالماء ومتيمم بالتراب فهل يرجح من هذا الجانب؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أنه لا اعتبار بنوع الطهارة، فإن التيمم طهارة شرعية لها سببها وهو عدم وجدان الماء حقيقة وحكمة، فمن تيمم فليست طهارته بطهارة ناقصة.
فإذا كان المتيمم هو الأجمع للشروط المعتبرة شرعا في الإمامة فيكون أولى بالتقدم من المتوضئ بالماء بماء زمزم، صح ولا لا؟ الجواب صح. فإن قلت وهل يقدم من ليس حدثه دائم على من حدثه دائم؟ لو أنه اجتمع رجلان أحدهما صحيح والثاني صاحب سلس بول، فهل يقدم الصحيح على صاحب السلس؟ الجواب في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا اعتبار بمثل هذه المسائل والجزئيات في مسألة الإمامة، لأن طهارة صاحب السلس وإن كان يتوضأ في أول الوقت فقط وتستمر طهارته حكما حتى ولو قطر بوله، لكن طهارته باقية شرعا، فإذا طهارته صحيحة كاملة. فإذا كان هو الأجمع للشروط المعتبرة فإنه الأحق بالتقديم من صاحب الطهارة الكاملة. فإن قلت وهل يرجح بكونه صبيا أو بالغا؟ الجواب لا يرجح بذلك، لا يرجح، فبما أنه صبي مميز وهبه الله حفظا وجودة قراءة فهو يقدم على الكبار البالغين، لحديث عمرو بن سلمة المذكور آنفا وسيأتي بعد قليل إن شاء الله. فإن قلت وهل يرجح بالسفر والحضر؟ هل يرجح بالسفر والحضر؟ بمعنى لو اجتمع مسافر وحاضر. الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، فظاهر المذهب عندنا أن الحاضر أولى بالإمامة من المسافر تغليبا لجانب الحضر وتقديما له، ولكن هذا خلاف القول الصحيح في هذه المسألة. فالقول الصحيح أن المسافر إذا كان هو الأجمع للشروط المعتبرة، أجيبوا يا إخوان، فهو الأحق بأن يتقدم للإمامة. فإن قلت أوليس سيقصر الصلاة؟ فأقول نعم يقصرها، والحاضر يتم ما بقي، يتم ما بقي. فإن قلت وهل يرجح بموضع تملك الصلاة؟ وهل يرجح بموضع التملك؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم يرجح بموضع التملك في هذه الحالة. فلو اجتمعنا في بيت أبي وليد حفظه الله ثم أقيمت الصلاة وفي وجميع ضيوفه حفاظ للقرآن بالقراءات العشر، وأبو وليد لا يحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، فمن الأحق بالتقدم هنا؟ أبو وليد. لما؟ ما الذي رجح جانبه؟ تملك الموضع الذي سيتوقع فيه الصلاة، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لكنه قال في آخر الحديث إلا بإذنه. فصاحب الدار أولى من غيره، وصاحب الاستراحة أولى من غيره، وأعظم من ذلك من يملك السلطان في هذا البلد، فالسلطان والأمير في البلد لا يجوز أن يتقدمه القراء والحفاظ، بل هو أولى الناس وأحقهم بالتقدم حتى ولو كان ظالما فاسقا جائرا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فيدخل فيه السلطان الأصغر والسلطان الأكبر. بل إن نصوص العلماء على قضية السلطان الأكبر أعظم وأكثر من نصوصهم على مسألة السلطان الأصغر. لما؟
لعظم المفسدة المترتبة على عدم تقديم الأمير أو الملك أو رئيس الجمهورية. لكن من رحمة الله بالأمة أنهم ما يبون يصلون بالناس الآن، وإنما يوكلون غيرهم بالصلاة، لكن كانت في العهود السابقة يتولى أمير البلد إمامة الصلاة، ويلزم كل من حضر البلد أن يقيم الصلاة خلفه، بل لا يتخلف عن الصلاة خلفه إلا مبتدع، حتى ولو كان ظالما. الجواب: حتى ولو كان، حتى ولو كان زانيا فاسقا. الجواب: حتى ولو كان، لأدلة سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله عند قول الناظم، عند قول الناظم: ونرى الصلاة هديت خلف إمامنا برا أو الموصوف بالعصيان، بل تركها خلف الأئمة بدعة وبلية من نفخة الشيطان. هذه سنأخذها إن شاء الله الدرس القادم. فإذا نعم، يرجح بتملك الموضع الذي تقام فيه الصلاة، سواء أكان بالسلطان الأكبر أو السلطان الأصغر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حد عنده سؤال؟ نعم. إيش؟ الجواب: هذا من الخلاف الذي لا يسوغ إقرار الطرف الآخر عليه، فهي وإن كانت مسألة خلافية إلا أن الدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا واضحا. وهنا يجب أن ننكر على من يتخلف عن صلاة الجماعة، فهي وإن لم تكن مسألة إجماعية لكنها ليست في نفس الوقت مسألة اجتهادية، بل هي مسألة خلافية. ومسائل الشريعة ثلاث: إجماعية وخلافية واجتهادية. أما المسائل الإجماعية فالواجب على الجميع اتباع مقتضى الإجماع، ومن خالف فينكر عليه. أما المسائل الخلافية فهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها، والدليل ناصر أحد القولين نصرا ظاهرا واضحا، فهنا يجب علينا الأخذ بمقتضى ما نصره الدليل، وننكر على الطرف الآخر حتى ولو كان في مسألة خلافية. وأما المسائل الاجتهادية فهي المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها، والدليل محتمل ومسوغ لكلا القولين. انتظر، لا تستعجل. فهذه المسألة الثالثة هي التي كل يعبد الله عز وجل فيها بما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له أن ينكر على الطرف الآخر. وأما قول الناس أو بعض العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف، فكلمة الخلاف مجملة، هذه القاعدة ما تقبل بهذا الإطلاق. إن كانوا يقصدون بالخلاف القسم الثاني ففيه إنكار، وإن كانوا يقصدون بالخلاف القسم الثالث فلا إنكار فيه. فإذا لابد من تصويب القاعدة وإخراجها عن دائرة الإجمال إلى الوضوح والبيان، وهي أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم، هذه ستعرفها إن شاء الله فيما بعد. هذه قد تكون فيها غبش في بداية الطلب، لكن ما إن يتمرس الإنسان يعرف حينئذ المسائل التي ينصرها الدليل نصرا ظاهرا أم لا. يعني مثلا أضرب لك مثالا الآن، مسألة تحريم الغناء مسألة خلافية؟ الجواب نعم. طيب، هل الدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا؟ قلت نعم. أنت الآن قلت نعم. لكن مسألة النزول على اليدين أو الركبتين في الصلاة، هل هي في وضوحها وقوتها ومعرفة مآخذها كالمسألة الأولى؟ الجواب لا. إذن هذه تتميز لطالب العلم، إذا استمر في العلم سوف تكون عنده ملكة ومعرفة، يقول هذه إجماعية، هذه خلافية، هذه اجتهادية. فيما بعد إن شاء الله سيعرف الإنسان. مثل اللي يجي للبلد أول مرة، تلقى ما يعرف لا مطاعمها ولا مداخلها ولا طريق المسجد فيها، فيا الله يعرف القريب، لكن ما أن يبقى فيها مدة إلا لو يغمض يسوق السيارة راح المقصود. هل عنده سؤال آخر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. دلالة الأصولية، قال فكبروا، والفاء في اللغة العربية تفيد التعقيب، يعني بلا مهلة،
بلا مهلة، فمن حين ما ينتهي تكبيره ويسكت صوته نكبر وراءه مباشرة. المسجدية للمسافر، ما الدليل على ذكرتها؟ راجع الشريط، ذكرت دليلين عليها. ايش؟ الله اكبر، هويت الى الركوع. اي نعم، يعني المسبوق هوى الى الركوع والامام يرفع. الجواب: لا تعد مدركا للركوع الا اذا استقر جسدك راكعا قبل رفعه، قبل ان يتحرك جسده رافعا. افهمني بس، لا تعد مدركا للركوع الا اذا استقر جسدك راكعا مع استقرار جسده راكعا قبل ان يرفع. لكن شو بيدي الان؟ لا، ما أدركت الركوع. هو رفع قبل أن، يعني تحرك جسده للرفع قبل أن يستقر جسدك راكعا. وإذا شك الإنسان في شيء فالأصل الإدراك أو عدم الإدراك. عدم الإدراك، إذا شككت في أنك أدركت أو لم تدرك فأنزل نفسك منزلة من لم يدرك، لأن من شك هل أدرك أو لم يدرك فالأصل أنه لم يفعل أو لم يدرك. حصل عندك شك، يعني الأصل أنك ما أدركت. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.